السلام عليكم، أهلا بيكم في درس جديد من سلسلة جرامر مفيد يوسفول جرامر. درسنا النهاردة بيتكلم عن كلمة واحدة، كلمة واحدة even يعني حتى. نشوف مع بعض. Unit 111 even. even يعني حتى. شوف المعاني. في أول مثال زي ما شايفين في حمام وفي تلفزيون. تينا loves watching television. تينا بتحب إنها تتفرج على التلفزيون قوي. She has TV set in everywhere and every room in her house. عندها تلفزيون، جهاز تلفزيون في كل أوضة في البيت. Even in the bathroom أو even the bathroom بغض النظر. حتى في الحمام. تمام؟ حتى في الحمام دي من علامة التعجب. فهو بيقول هنا we use even to say that something is unusual or surprising. بنستخدمها عشان نقول إن في حاجة على غير العادة أو مفاجئة. It's not usual to have a TV set in the bathroom. هو مش من الطبيعي إن يبقى عندك جهاز تلفزيون في الحمام. بس هو to show the surprise. أمثلة توضيحية زيادة. These photographs aren't very good. الصور دي مش كويسة خالص. Even I could take better photograph than this. ده حتى أنا أقدر أخد صور أحسن منها. مع إني I'm not certainly a good photographer وأنا مش فوتوغرافر كويس. He always wears a coat. هو دايما بيلبس معطف. Even in hot weather. حتى في الطقس الحر. وده غريب. Nobody would lend her the money. مفيش حد هيسلفها فلوس. Not even her best friend. حتى أقرب الأصدقاء. Or not even her best friend will lend her the money. حتى كجملة كاملة أو جملة قصيرة المعنى برضو هيوضح. كل دي بتستخدم للاستغراب. Section B. Very often we use even with the verb in the middle of a sentence. في الغالب بنستخدم even مع الفعل في منتصف الجملة. وطبعا احنا خدنا الكلام ده في unit 109. Sue has traveled all over the world. Sue سافرت العالم كله. She's even been to Antarctic. ده حتى راحت القارة القطبية. Especially unusual to go to the Antarctic. So she must have traveled a lot. عشان كده أكيد سافرت. فهنا بحطها من سبيل الاستغراب. شوف طريقة استخدام الفعل بقى. Traveled a lot. She has even been. هنا even اتحطت بعد الفعل المساعد. وده احنا خدناه قبل كده في استخدام الادفيربس. They are very rich. هم أغنياء جدا. They even have their own private jet. ده حتى عندهم الطيارة الخاصة بتاعتهم. هو كلام كله even بتتحط فين؟ يا قبل الفعل الرئيسي يا بين بعد الفعل المساعد الأولاني. تمام؟ Study this example with not even. نبص عليها بقى على معنى not even. I can't cook. ما أقدرش أطبخ. I can't even boil an egg. أنا حتى ما أقدرش أسلق بيضة. And boiling egg is easy. وده عشان اصلا سلق البيض سهل. فانا عايز ابين قد ايه الموضوع بالنسبة لي مفيش. They weren't very friendly to us. ما كانوش خالص ودودين معانا. They didn't even say hello. ده حتى ما قالوش ازيكم. Jenny is very fit. Jenny لائقة خالص بدنيا. She's run 5 miles and she's just run 5 miles and she's not even out of breath. دي حالا جريت 5 أميال ولا كأن بين على نفسها حتى ولا نفسها تغير خالص. استخدام not even بيكون بالشكل السهل اللي انت شايفه ده. نفس القصة زي even بس هو بيتكلم عن المعنى. Section C. You can use even plus a comparative. تقدر تستخدم even مع أداة من أدوات المقارنة زي cheaper or more expensive. زي انك تقول I got up very early. انا صحيت بدري. But John got up even earlier. بس جون صحي بدري حتى اكتر مني. I know I didn't have much money. انا عارف ان انا معيش فلوس كتير يعني. But I've got even less than I thought. بس انا حتى معايا اقل ما كنت متخيل. We were surprised to get a letter from her. احنا كنا متفاجئين جدا بالجواب اللي جالنا منها. We were even more surprised when she came to see us a few days ago. أو later. ده احنا كنا حتى متفاجئين أكتر لما جات عشان تزورنا بعدها بكام يوم. طيب من الحاجات المشهورة قوي في سكشن دي بقى اللي احنا ناخدها even though, even when, even if. Even though حتى لو هي برضه و even if. وهنا حتى مع وجود شيء معين. هنا معناها حتى مع وجود شيء معين. Even when حتى لما. والمعنى يتضح أكتر بالأمثلة. You can use even though, even when, even if to join sentences. هنا بقى روابط بتستخدمها عشان تربط clauses مع بعض أو sentences مع بعض. Note that you cannot
use even alone in the following example. هنا مش تقدر تستخدم even لوحدها لان انت عايزها كرابط مش عايزها كادفيرب. Even though she can drive, على الرغم انها ما بتقدرش تسوق, وطبعا ممكن تشيل even وتسيب ذو لوحدها. She has bought a car. اشترت عربية. He never shouts. عمره ما بيزعق. Even when he's angry. حتى لما بيكون غضبان. I'll probably see you tomorrow. احتمال اشوفك بكرة. But even if I don't see you tomorrow, we're sure to see each other before the weekend. حتى لو ما شفناش بعض بكرة اكيد هنشوف بعض على نهاية الاسبوع كده. Compare even if and if. هنقارن ما بين even if حتى لو وكلمة لو. We're going to the beach tomorrow. احنا هنروح بكرة على الشط. It doesn't matter what the weather is like. مش هيفرق معانا الطقس عامل ازاي. We're going to the beach even if it's raining. هنروح للشط حتى لو بتمطر. We hope to the beach tomorrow. We hope to go to the beach tomorrow. احنا نتمنى ان احنا نروح للشط بكرة. But we won't go if it's raining. مش هنروح لو بتمطر. فرق واضح وفرق المعنى. لكن القالب ده بتحفظه لكن المعنى بتحاول تركز فيه وتفهمه وتطبقه ويبقى الموضوع سهل. خلص الدرس. شوفنا قد ايه even مهمة. على فكرة هي اللي في العربي اللي بنستخدمها بنفس الشكل برضو. اتمنى يكون الدرس افادكم بشيء. لو فادك يا ريت لايك وشير وسبسكرايب عشان اللي ما اتعلمش يتعلم. حل اكسرسايز الدرس ده وبصوا على حل اكسرسايز الدرس اللي فات وما تنسوناش من صالح دعائكم.